مرحبا احبابي، كيفكن؟ ان شاء الله اليوم تكونوا بخير وعافيه يا رب. اليوم بدي اعمل انا وياكم، حبيت خص الاولاد بفيديو كتير بسيط. اعمل البيض باشكال بدون قوالب، هيدا الشكل وهيدا الشكل. طريقه كتير بسيطه وحلوه للاطفال. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي موجود بالطنجرة 6 بيضات، بحط فوقهم مي لسلقهم على الغاز. هول البيضات بعد ما سلقتهم 20 دقيقة، هلا بدي غسلهم وقشرهم. واو، بحاول قد ما فيني اقشرهم هن وسخنين. بكفي تقشير البيضات، الباقيين برجع بكفي انا وياكم. هول البيضات بعد ما قشرتهم، هلا بدي اعملهم شكل انا وياكم بدون قوالب. فينا نعمل شكل كتير حلو وبيعجب ان شاء الله الاطفال اللي عنا. اول شي عندي ورقة نايلو، فينا نحط البيض بقلبه بهيدا الشكل. بلفهم مع بعض، بخلي النايلو شوي رخوة. اوكي، بعملها من هون، بسكرها منيح للنايلو بهيدا الشكل، بسكرها كمان من هيدي الجهة، من الجهتين سكرنا النايلو. شايفين كيف؟ هلا عنا هيدي الكرتونة، كرتونة محارم المطبخ، بدي ازرك بقلبها البيضات ليطلع عنا شكل مثل اسطوانة. بضغط عليهم كمان منيح، بدي قصها شوي. أقرب لكم على الكاميرا، قصة بهيدا الشكل لو أقدر طعجة. شايفين كيف؟ هلأ بحط الزيقة. بعد ما حطينا الزيقة من هيدي الجهة كمان، بضغط على البيضات نفس الشي، بقص الكرتونة. بضغط منيح ليصير عنا شكل اسطواني للبيض. شايفين كيف؟ اوبس، هي نفس الشي بحط الزيقة كمان. هلا بحطها بالبراد وبتركها حوالي ساعة ليبرد منيح البيض. كمان رح شكل بعد بيضة انا وياكم على شكل الفنجان بدنا نعملها. اكيد عم بشتغل بالبيضات وكلهم بعدهم سخنين شوي، مش باردين على الاخر. اوكي، هلا حطينا البيضة بهيدا الشكل، ما نضغط عليها نكبسها، بكبسها بشي، بكبسها بصحن القهوة، حط عليها شي تقيل من هيدي الجهة وبحطها بالبراد، حط قنينة مي. هول البيضات لعملناهم مع بعض لنشوف كيف صار الشكل اللي لهم. اول شي بدنا نشوف هيدي البيضة، في مي عشان عمل بخار، بيطلع شوية مي منها.
واو، هيدا الشكل لهيدي البيضة، حطها على الطبلية. كمان لنشوف البيضة التانية. هذا الشكل النهائي للبيضة التانية. شكل كتير حلو. بعد ما عملنا البيض بهذا الشكل بدي اعمل شي بسيط. بحط مايونيز على البيضة للزقهم ببعض، شايفين كيف؟ عنا هوني بهار فلفل اسود حب، بضغط عليها كمان واحدة تانية. اضطرنا بحط لها اياه قشر بندورة صغير، نقط خفيفة. هيدا فيديو البيض اللي حبيت خص فيه الاطفال الصغار بهيدا الشكل. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.